هلا هم هلا، اليوم حنا بضيافة الشيخ عبد الله العثيم. يا هلا والله وسهلا. اليوم حنا بافتتاح قصر الشيخ عبد الله العثيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء فوق الخيال. تصاميم تفوق الخيال. ما شاء الله، هذه جلسة البناء الخارجي. ما شاء الله الشيخ عبد الله حاط مصمات طول البصر، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله على هالبيت، تصاميم حلوة. ما شاء الله، واحد اقول وين انت؟ يقول عند النافوره. ما شاء الله كل البيت نوافير تبارك الرحمن. ما شاء الله القصر مساحه 50,000، واكثر من تقريبا زي الفلل هذه، اكثر من 28 فله. هذا مجلس الحديقه فقط. انا جاي من الطائف خصيصا. ما شاء الله يا له الجنة. أقول هذا كله قصر الشيخ عبد الله العثيم صاحب العثيم مول.